يكون في تقرير جديد من داخل محافظة المنوفية. هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة رز. كفتة رز، وزي ما احنا عارفين لما بنيجي نتعلم حاجة لازم نروح لبابا المجال يعلمنا، عشان كده احنا جينا للحاجة خضرة حندوقة في المجال وفي المهنة دي بقالها عشرات السنين. يوم هتعلمنا حاجة هتعلمها لنا زي ما الكتاب ما قال. يا مساء الفل. مساء الفل يا باشا. احلى كفتة رز ناكل صوابعنا وراها بالصلاة على النبي. يلا يا ست قولي لنا بقى بتعملي ايه. بسم الله. بعمل شوفه كل سنه وانت طيب يا حاج. طبعا العيد ما يحلاش الا بكفته الرز، عاده ربنا يديمها علينا يا رب. لازم كفته الرز. قولي لي بقى بتعملي ايه. الصلاه على النبي. بياخد كيلو الا ربع رز، بياخد بصلتين وسط، كام فص دوم، قرنين شطه، والخضره بلاش شبت كتير وبلاش الكزبره. افضل حاجه لكفته الرز. الحاجات اللي انا بحبها في الحاجه خضرة حندوقة ان هي طول ما هي شغاله الله اكبر عليها بتتمتم بكلمات الله وبذكر الله. احلى كفته تاكلها من ايد الحاجه خضرة حندوقة. انت جزاره في المجال بقالك قد ايه؟ الصلاه على النبي، من وانا عندي 5 سنين وانا واقفه مع ابوك. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بقالك اكتر من 20 سنة وانت في المهنه وفي المجال وفي ده المعلم حمدوه لك بتاع. ربنا يطول لي في عمره ويخليهولي يا رب، يطول لي في عمره. امين يا رب. الصلاه على كم من النبي. الصلاه على حضرة النبي. الصلاه على كم من النبي. الصلاه على النبي. كفته زي الملبن هي حاجه. ما شاء الله. خدها وروقها على طول، حطها في الفريز. الصلاه على حضرة النبي. يلا قطعي لنا بقى وابتديها لنا من الاول. ثانية واحدة. بسم الله. الصلاة على حبيبة النبي. الصلاة على حبيبة النبي. قولي لي أفضل حتة. الصلاة على حبيبة النبي. أفضل حتة. الجمل طبعا، لا يعلى عليه. الجمل. بس حتة اللحمة دي بالصلاة على النبي جاموسي. ده كيلو كفتة جاموسي، الزبونة اللي طالباها طالباها كفتة جاموسي. الصلاة على النبي عسل نحلة. الصلاة على حضرة النبي. بلاش السكينة بس كده في اللايف. الصلاة على كمان. ما شاء الله. الصلاة على ده كده كيلو لحم. هنحط عليه بقى قد ايه رز؟ الصلاة على النبي كيلو الا ربع رز. كيلو اللي هنفرمها الأول. اللحمة دي لسه سخنة. لسه سخنة يعني لسه مذبوحة؟ لسه مذبوحة حالا، عشان كده مستطرية زيادة عن اللحمة. ما شاء الله. الصلاة على النبي. تمشي الحب. الصلاة على النبي اهو. الصلاة على كمان النبي. الصلاة على حبيبي. الصلاة على كمان النبي. ابونا ويستحملنا بقى. بص بالصلاة على النبي، قرن فلفل وقرن شطة اخضر بلد اهو بالصلاة على النبي. ماشي. وبالصلاة على النبي بصلتين وسط اهو. ما شاء الله. وبالصلاة على حبيبة النبي برضه شوية خضرة زي العسل اهو. الله اكبر. شبت وبقدونس وكزبرة. بس ما كانش لازم الايه الجدرين دول نشيلهم عادي يا مدام. حطهم.
الجذور دي تعمل ايه في الكفته؟ لا تخلي سبع الكفته يشرب يشرب. الصلاة على حضرتك اصلا ما شاء الله. الصلاة على حضرتك، الصلاة على كمان بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على النبي. شايفين ريحة البهارات ما بتفتح ازاي؟ اهو انا شماها فهم هيشموها مني. الصلاة على النبي، البهارات الخشنة دي بتدي ريحة وطعم. طب قولي لي انت حطيتي بهارات ايه بقى؟ صلى على سيدنا النبي. صلى الله على سيدنا محمد. حطينا بلح الجوز الطيب بالصلاة على النبي. جوز الطيب، كزبرة، فلفل ابيض وفلفل اسمر وحبهان وستك، كل حاجة حلوة تريح المعدة انا حطاها بالصلاة على النبي. ما شاء الله. طيبين. اتعلمنا مع بعض طريقه عمل كفته الرز زي ما الكتاب ما قال، طريقه تاكل صابعك وراها، كيلو اللحمه تحط عليها كيلو الا ربع رز. اتعلمنا كمان ازاي ان احنا نصبحها، ان انت تحطها في الفريزر قبل ما تصبحها تقريبا بنص ساعه. لما تيجي تقليها حاول ان يكون الزيت بتاعك وسط، ما يكونش سخن عشان خاطر ما تتشعوطش من بره زي ما قالت لنا وتفضل من جوه نيه. شكرا لكل متابعينا في كل مكان، كنا معاكم وطريقه كفته الرز.